يا مرحبا بكم في كوجينة يسرى. اليوم جبت لكم وصفة شباتي المهدية، الوصفة الأصلية بلا زوايد. كيما تتعمل بنينة على أصولها، شباتي يهبل مش كيما متاعنا في تونس، خبز وتشق وتحط فيه أومليت وبرشا حاجات. متاع المهدية الفورمة متاعو كيما السوفلي ويتيب في المقلة. توا كان تحبوا تتعرفوا على المكونات متاعو وطريقة الخدمة متاعو، ما عليكم كان تكملوا تتابعوا بقية الفيديو. ومرحبا بكم مرة أخرى. بالنسبة للمكونات بسيطة جدا جدا، مش ليخو 500 جرام فرينة باش نغربلها، باش نحط عليهم ساشي متاع خميرة متاع خبز فورية، وباش ناخو مغرفة صغيرة متاع سكر، وباش نخلط الكل مع بعضه. الخميرة نتاعي أنا متأكدة منها اللي هي باية، كان انتوما مازلتو كي شريتوها جديدة تنجمو تحطو الخميرة هذيك مع شوية ماء دافي مع السكر في كاس وتخلطوه وتخليوه هكاك حكاية درجين باش تشوفو اسكو تتفاعل وإلا لا. أنا الباكو هذايا اللي شريتو متأكدة منه اللي هو يتفاعل. باش نخلط هذايا كل ما بعضو، ومن بعد باش نزيد بشوية بشوية. أنا لهنا باش نستعمل زيت زيتونة. كي تبدا حاجة خدمتها في دارك تستعمل زيت زيتونة خير، هما البرا يستعملوا زيت نباتي ولا يخلطوا ما بين زيت زيتونة والزيت نباتي. لهنا قداش نستعمل؟ باش نستعمل 5 مغارف كل عاده، استنستو بيا القاعده نتاعي وهي هذيك هي الباهي. ثم شكون يقول لك شفتي المهديه ما يحطولوش الزيت؟ اما بالزيت يجي باهي والبات تجي خير. اللي مثمه اللي مجرب هكا وهكا ميل اكثريه راهو يستعملوا فيها الزيت. شباتي المهدية مكوناته بسيطة عادية كما قلت لكم. ثم عبيت بدلت الماء اللي تخلط به وتعجن به بالحليب كيف كيف، يعطي حاجة بيا ما هوش خايبة. ثم شكون بدلوا الزيت وعندوها ما تعملوه بالزبدة كيف كيف، تعطي حاجة بيا. وفما شكون نحى منه زيت كومبليتمون والا زبده كومبليتمون حاسيلو. وفما شكون يحط زبده في الخبز معناتها في العجينه يحط ياغورت ناتور، هذه باش تبدل لك التكستور كومبليتمون. مي كومي معناتها تقعد تجرب بيا ماهيش خايبه، مي الاصليه ما فيها حتى شيء. تو باش ناخذ نص مغرفه كبيره نتاع ملح وباش نحطها في شويه ماك الماء هذاك الدافي، وباش نخلط باش نذوبه وباش نزيده ونقعد كل مره بتاو بشويه بشويه نزيد الماء حتى اللي نتحصل على بات لازمها ما تكونش يابسه وما تكونش مرخوفه. اتو نوريكم التكستور نتاعها بالضبط ونقول لكم قداش استعملت ماء بالضبط. المهم ماء دافي ما يكونش ماء سخون ولا ماء بارد. هنا خليت لكم التصويره تمشي مع الروبو باش تشوفوا كيفاش معناتها البات تتلم بشويه بشويه وكيفاش لازم تكون التكستور نتاعها. المهم لازمك تعجن بالروبو، معناتها لازمها البات نتاع الشباتي راهي تتعجن باش يجي تبدا هكايا طريه وتتجبد معاك، ما تجيش معناتها يابسه. لازمك على الاقل على الاقل تعجنها 6 دقائق بالروبو، 8 دقائق معناتها بيديك. كي تبدا بيديك اللي تسمعها اللي هي ولات تترشق معناتها مش برشا برشا، مي كوميم خاطر تحب راهي العركين باليد. الكمية متاع الماء استعملت الكاس هذاك الكله، أنا ما نعرفش قداش يهز، لذلك باش نمشي توا نقيسهولكم نكايلهولكم باش نشوف بالضبط قداش على 500 غرام فرينة كليت ماء. نلقى استعملت هذوما المكيال هذايا من الأول عبالي 25 سنتيلتر وزاد مازال فيه، ومن بعد عبالي 6 سنتيلتر، معناتها أون تو يهز 310 مليلتر الكاس هذاك متاع الماء. تنجم أنت تستعمل أقل، تنجم تستعمل أكثر شوية، أنت ونوعية الفرينة تشرب وإلا ما تشربش. المهم شوف شفتوها البات في الاخر كيفاش تبدا تتلم بكلها وتتماسك وتجي مع بعض هاي كالبات. تو بعد ما كملت عجنتها تو باش نخليها ترتاح مده ساعه في بتبيعها، باش نغطيها بساشي ومن بعد نغطيها بمنديله. شوفوا كيفاش ما تتلصقش البات طريه، جوست من بعد ما تخمر باش تولي تتلصق شويه على خاطرها طريه كيما قلت لكم ماهيش يابسه.
والعجينه نتاعنا عندها توا ساعه تبارك الله خمرت فيسا فيسا. شفتوا كل النوع نتاع كلي بيول هذوكم يوريوك اللي هي معناتها خامره او ايغي. تو باش نهبطها وباش نحطها على البلون دو ترافاي وباش نقسمها دي بتيت بول. ما تكبرش لي بول باش ما تجيكش الكعبه كبيره، لازم تكون بول متوسطه. انا هنا ابخي انا عملت لي 12 كعبه نتاع شباتي. تاخو شويه فرينه ولا تاخو زيت كيما تحب. بالنسبه للي معناتها صعيب شويه التعامل مع بيتعامل معناتها مع العجينه بالزيت، خاطر راهو الزيت يحل في العجينه ويوسع فيها فيسع فيسع، تنجم معناتها تستعمل الفرينه كيما عملت انا، ومن بعد وقت اللي تجي باش تحطها في الطاوه تدهنها بشويه زيت غيان كو باش تعطيك الدوغور وكاللون معناتها اكل مستحمر مزيان وقت اللي تطيب. خاطر كي طيبها طول بلاش شويه زيت تقعدك معناتها بيضه مهما تحاول معناتها تطيبها في وسط الطاوه. كونساي اخر اللي وقت اللي لهنا باش طيبها باش تعمل لك دي بول، احنا باش نخليهم يخمروا 10 دقائق لهنا. كي باش تبدا تخدم مثلا بالكعبتين بالكعبتين في الطاوه باش تلقى اللي لي بول الاخرين اللي خمروا بالدي بالدي معناتها مشي يكبروا ويعذبوك في الخدمه. دو بريفيرونس تحط زوز طاويت على الغاز وتخدم معناتها بالاربع كعبات هكيك تخدم اسرع. طريقه القصان نتاع لي بول، ثم اللي يعمل القصه هذه كيما نعملها انا معناتها تاخذ طول الواحد العجينه وتعملها هكا يدور، والا ثم طريقه اخرى باش نوريها لكم توا. يطوي العجينه هكا حتى لين يتحصل على بول ويجبدها هكا قصه واحده ويحط طريقتين صحاح الزوز وكل واحد وكيفاش يحب يتعامل مع العجينه والطريقه اللي تجيه اسهل. بالنسبه للحشو نتاع الشباتي، الحشو دو باز هو الزيت الهريسه محلوله في الزيت زيتونه، شويه عظم مربي، شويه تون وجبن مربعات والا مثلثات كيما تحب. ثم شكون يزيد فيها جبن رابي، ثم شكون يزيد فيها الزيتون، ثم شكون يحط كبار، كل واحد وكيفاش يريد. شكون يحط فيها البصل والمعدنوس، الحق في الدباس في المهديه ما يعملوها شكيكه، مي كل واحد وشنو الاختيارات نتاعو. توا تحل لي بول نتاعكم او كي باش تستعمل الفرينه تنجم تحلها معناتها بالقلقال، بالزيت نجم تحلها بيديك طول معناتها تبدا تفطر فيها. قولش عليك تعمل في الملاوي، هو تو باش تحلها بالفرينه صحيح باش ما تتلصقش، اما من بعد كي تجي باش تحطها في وسط الطاوه لازمك تنفض مليحك الاكسيدون هذاك نتاع الفرينه، على خاطر كي تجي على الطاوه راهي تتحرق وتعمل لك هكا معناتها لون مستكحل على البات نتاعك. جود البات نتاعك، حط فيها الحشو او كنفض فيها، حط الحشو نتاعك كيما باش نعمل انا، ومن بعد سكرها مليح مليح وزيد ابلاتيها شويه بديك هكا معناتها فطرها هبطها باش وقت اللي تبدا في الطاوه معناتها كل شيء فيها يطيب متجانس مع بعضه. كما قلت لكم قبل ما تحطها في الطاوه تنجم تدهنها هكا بشويه زيت بالفوشه وتعود تحطها معناتها تطيب، ولا تدهن المقله بشويه زيت ما تكثر شويه بركه. ثم اللي يعملوا شباتي دوبل دوبل كوا معناتها يحطوا فيه زوز تبع جبن، يحطوا فيه العظم بزيت الكعبه معناتها ولا زوز عظم، يقول لك دوبل فرماج معناتها زوز تبع، كل واحد معناتها وكيفاش يشتهي يعمل فيها. اما كي باش تعمل معناتها دوبل فرماج دوبل دراشنو تاكل لك بالكدا بالكدا، انا ثم كعبات الحق نتاع ربي عملتهم بالجبن، خاطر انا ماشيش بريباراسيون اليمونتير نشري جبن وكمان ماهوش رخيص باش كل كعبه ما فاشش كعبه معناتها نحط فيها كعبه كعبه ولا زوز. باختي عملتهم بجبن جبن هكايا وبختي عملتهم بجبن غابي. في التسكير ما تستحقش تبل بابيض نتاع عظم ولا بالماء، على خاطر البات اللي سوبل وليس وفيسع فيسع ما تمشي معناتها معاك في اليدين. اتاكد جوست انك تسكر الاحراف بالكدا. السباتولا هذيك اللي عملتها بشويه فرينه باش نهز بها، تنجم تهز اي حاجه معناتها عندك باش البات معناتها ما تنقبهاش، وكي تهزها تهز معناتها كعبه مجانسه. هنا كيما قلت لكم حطيت معها شويه فرماج غابي، وكل واحد وكيفاش يشتهي يعمل الحشو نتاع الشباتي نتاعو.
المقلة اللي باش تعملوا فيها لازمها تكون من الاول سخونه بالكدا بالكدا، ومن بعد وقت اللي تحطوا الكعبات نتاعكم توطيوا على النار اعلى شويه من الواطيه باش تنجم تطيبها معناتها بالكدا وباش ما تتحرقلكش وتبدا تحمار فيسع، اما هي ما تطيبش معناتها الكعبه تبدا طايبه بالكدا. وبعد ما تكمل هكيك تقلب، هذه هي بطاطا ديما نشاركها معكم انا في القناه، حبيت نعملها مع في عود فريت، حبيت نعمل بطاطا في الفور. الكعبات توا هكا يعني ما نخليهاش تحمار برشا من الشيره واحده باش ما تيبسش شيره على حساب شيره، هكا اول ما تبدا تحمار نقلب على الشيره الاخرى وهكيك نبدا مره هكا ومره هكا حتى لين تولي الطيبه كلها وتتجانس ونوقفها باش تكمل الطيب. هذه البطاطا نتاعنا اللي في الفور خير اللي من الفريت برشا، تهبروا بينا على الاخر وموجوده ديجا في القناه ونحط لكم الرابط. هذيك الشباتي نتاعنا هاو كذاب هاو من داخل كيفاش الحسيلو بنين بنين على الاخر، ننصحكم تجربوا هالوصفه وتتقيدوا باللي قلت لكم عليه بالتعليماتكم كوا، وان شاء الله معناتها تجربوها وتكتبوا لي في التعليقات رايك، وتنجموا تبعثوا لي تصاور على فيسبوك كوجين تيسرى والا انستغرام كوجين تيسرى ونعاود انا نهبطها لكم في المنتدى والا في فيديو خاص. شكرا على المتابعه ومعليك نقول لكم الى اللقاء في وصفه قادمه مع كوجين تيسرى. سلام.